بالمنتخب النسوي فرح جدا ومسرور بانه ملعب نيلسون مانديلا فتح للمنتخب النسوي، يشكر الجميع ويقول مسؤولين نشكرهم على فتح الملعب خاصه، وهذه كان هنا بيت القصيد، يقول انه كاين ناس ما كانتش حابتنا نلعبوا في ملعب نيلسون مانديلا. وش حكيت هذه الملاعب اللي شيدناها ومن بعد نغلقوها امام الجميع؟ اليوم سمعت انا مثلا انه فريق شباب بلوزداد وفريق سان داونز راح يكون عندهم حصه تدريبيه لكل فريق قبل مباراه يوم السبت لرابطه الابطال، يعني كلا من شباب بلوزداد والفريق الصائر راح يكون عندهم نفس الحظوظ في التدرب في ملعب نيلسون مانديلا مع حصتين تدريبيتين فلانكس لفريق شباب بلوزداد وايضا لفريق سان داونز. الى اي حد نقدر نصبروا على هذا غلق هذه المنشآت بهذه الطريقة؟ لأن ما عندكش مسؤولين يتحكموا في كرة القدم وفي الرياضة اون جينيرال، ما عندكش، ولهذا ممكن اللي يجي يحكم في مش مسؤولين نهضر، ما كانش لي سواء في الرياضة السبور اون جينيرال اي الفوتبول اون بارتيكولي، انا ليا ما كانش مسؤول، لان ما نجموش يديسيديو على هذا ستاد نيلسون مانديلا. تقول يا محمد سيدي مانيش عارف واش كاين هنا، ما نجموش يديسيديو، دونك اوكي ما نجموش يديسيديو. يعني المشكله في المسؤولين يا ساهر، في اتخاذ قرارات حاسمه يا ساهر، ما كاش. محمد لا شوف رضوان، تبعت انا يا تدخل تاع رئيس الرابطه وين قال هذا لو حط يده على نيلسون مانديلا ماذا به يرفعها، نديرو في النظرة الصحفية بعد ايه، وحتى هو ما وش عارف يعني لدى المسؤول الاول على لا عارف ما تقولش ماشي عارف، هو على حسب كلامه. لا انت خليك تهضر معاه، هو عارف وعارف وقال لك اللي حط يده ايه، يقول لي حط يده، انا علاش قلت لك ما كاش مسؤولين تاع واش نديرو سوسوا تو لي دومين، ما كاش مسؤول اللي يتحكم في الرياضة وفي الكرة تاع واش نديرو كيما يديرو. يعني انت 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 تعتقد محمد قاسي سعيد، سامحني على المقاطعة، انت تعتقد انه لما صرح في التلفزيون العمومي، جاء وصرح في التلفزيون العمومي بعد مشاهده لبعض اللقطات ويقول هاوليك هنا اذا هذا من ناحيه التحكيميه الحكم اخطا لم يخطئ في هذه اللقطه وفي هذه اللقطه، ومن بعد يقول انا يا ما نقبلش انه الناس اللي راهي حاطه الاربيتراج هنا كاين شخص او شخصين، قال لك ناس راهي حاطه محسوبه ذاك الوقت ما كانش على باله شكون هي كان حاط، بدون شك عارف بدون شك. نديروا حاجة واحدة رضوان، هذا نيلسون مانديلا نديروا كيما ويمبلي، ملعب ويمبلي، حتى المنتخب الإنجليزي ويمبلي غير المنتخب الإنجليزي والنهائيات تاع الكأس. المنتخبات الأخرى تلعب في ويمبلي. وي كي يلعب منتخب الإنجليزي. هذا منتخب النسوي. لكن نديروا منتخب النسوي ماشي. خلاص نديروا قولوا لنا بهذا الملعب ماشي تاعكم، تاع المنتخب الوطني ونحبسوا. هي ممكن إذا حبينا نلقاو ظروف مخففة أمين أكساس، ممكن لأنه نحن على بعد أسبوعين من كوب دافريك تاع لي يو 17 كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، كاين مباريات ستلعب هناك، مباراة افتتاحية ومباراة نهائية. عفوا ممكن بسبب هذا بعض الأطراف هيتدخل بالتليفون قال اسمع خلينا نصطاد مليح ما تلعبوش فيها بزاف، بدليل أنه إلا شباب بلوزداد اللي راح يلعب في بعد اختياره لملعب نيلسون مانديلا، اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل راح يلعبوا في 5 جويلية، ممكن بالك على جال كوب دافريك. خاوي وصلنا انا بكره لا اسمح لي رضوان، هذه كيستيون تضحك نورمالمون نضحكوا دوكا، على من انا نتكلموا عليه من على ملعب شي قال زعما حاجه ما باش اين زون زعما قال يخدموا فيها النيوكليير قال تدخل تخاف زون انترديت نو انا نتكلموا على ملعب عيب صح عيب راينا ضد جا كبيره وهذا ما واش خلاونيش ندخل هذا استاد هذا يا ناس خافوا ربي استاد هذا ملعب تاع كره قدم مو من حقه الدولة الجزائرية بنات ملعب وشنو باش وشنو يديروا فيه تصاور نديروا هنا ميزي قال ما على باليش انا دوك غير زعما غير ليكيب ناسيونال حنا ماناش ضد المنتخب الوطني باسكو بلادنا فهمتني مي المنتخب الوطني ما عندوش غير براقي يقدر يروح الوهران يقدر يلعب في عنابة يقدر في خصم منتخب وطني تاع الجزائريين كاع تاع 58 وكان عندنا اكزومبل ستات شباب في بشار كيما تاع براقي يقدروا يروحوا لبشار اللي هي فريق وطني صح باسكو ميم في بشار جزائريين صح وفي المنيعه جزائريين وكاع نظن انا اليوم تلحق وين انت دوك زعما دوكا كيهضر هذا تاع المدرب تاع المنتخب النسوي زعما شغل حاجه شتو شغل يعطيكم الصحه يا بلا ما كاش يعطيكم الصحه بلا مزيتهم المفروض تلعب فيها الدوله الجزائريه بنات ستات
يا اخي تكلم مع رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه تكلم. انا طرحت سؤال وقال لي هذا المنشات للشباب، للشباب دوك. انا دونك انا زعما دوكا كي يلعبوا فيه زعما سي ار بي، لا لا بلا مزيدكم يلعبوا فيه سي ار بي، ويحبوا يلعبوا فيه جياسكا بلا مزيدكم، يحبوا يلعبوا فيه مولوديا، يحبوا يجوا مع باشا الثوره يلعبوا فيه. تقدر تمدوا مخدوم باش تلعب، مخدوم. اسمع هذا استاد ما تحته واحد، ولي استاد، لي استاد باش نعطيك معلومه رضوان، لي استاد تاع الجزائر ما كاش اللي عنده استاد باسمه، ما كاش ولا فريق قاع لي استاد بناتهم الدوله الجزائريه. ماشي قال زعما كيما تروح لفرنسا قال استاد تاع ليون، تاع ليون مارساي فيلودروم، مارساي فيلودروم، فهمتني؟ ماشي تاعهم، ولا ماشي تاع البلديه، كيما استاد تاع ليون تاعهم، كيما ليون تاعهم كاين دي استاد تاعهم، بارك دي براس ومشي تاع فيجي اماريت تاعهم تاع ارسنال، كاين دي استاد تاع لي كلوب هو يتحكم فيه. انا اليوم نظن نورمالمون ما نكثروش الحس على هاد الامور كيما هادوما.